السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامج أحلامنا الجميلة الذي يتكلم على تفسير وتعبير الرؤى والأحلام. كثير من الرموز تشغل كثير من الناس الذين يشاهدون الرؤى والأحلام في مناماتهم. بعض الأحيان فتاة ترى في منامها رؤيا وتقوم منزعجا من النوم وتبحث عن الرأي فلم تجد، تبحث في الإنترنت يدخلها في مشاكل عميقة وفي متاهات عظيمة، لأن تفسير الرؤى والأحلام الرمز الواحد له 1000 تأويل وله 1000 تفسير على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي. اليوم نتكلم عن الضرب في المنام. في عدد كبير من الناس يحلم إن هو يتضرب، وبعض أحيان يحلم إن هو يضرب واحد. والضرب في المنام خير ولا شر؟ اللي هو أفضل، اللي بيتضرب ولا الذي يضرب؟ الضرب في المنام دائما خير للمضروب ليس للضارب. للي بيتضرب ده خير عظيم جدا سيمن الله به على المضروب، لأن الأحلام وعالم الرؤى والأحلام يختلف على ما يفكر به كثير من الناس. الضرب في المنام بعض الأحيان يبين على الرزق لصاحب المنام للمضروب، ويبين إن ربنا سيمن عليه بأموال كثيرة جدا. الضرب في المنام يبين على صاحب المنام بأن الله من عليه بشخصية فيها صفة الاحترام وفيها صفة الوقار. هو إنسان محترم، إنسان محبوب ومألوف يحبه ويألفه كثير من الناس. الضرب في المنام بعض الأحيان يبين على عدم تحقيق بعض الأمان والأحلام إلى صاحب المنام. اللي شاف الرؤية يبحث على بعض الأمور، ولكن الأمور غير ميسرة غير مهيئة مع صاحب المنام الذي يضرب في المنام. ولكن الذي يضرب اللي هو الضارب في المنام لما حد يضرب حد يبين على الظلم، إنه إنسان ارتكب ظلم أو ارتكب بهتان أو إثم أو تكلم على إنسان كلام لا يجوز في شريعة الإسلام. ده اللي يضرب في المنام. اللي يضرب في المنام بعض الأحيان يبين على زوال ملكه، زوال أمواله، سلطته. اللي يضرب في المنام هو أن أنعم الله عليه بكثير من النعم، ولكن هذه النعم ستزال عنه رويدا رويدا. الضرب في المنام دائما الضرب خير للمضروب وليس للضارب. وأفضل ضرب في المنام عندما يكون الضرب من الأم أو الأب أو الأخ أو العم أو الخال. لو حد مضروبك من صلة الأرحام العصب مثلا يدلل على الخير العظيم جدا لك. لو امرأة رأت في منامها بأن الزوج يضرب زوجته يدل أن هناك خلاف متفاق بينهم أو سيحدث بينهم أمر من الأمور،
ولكن سرعان ما يزول هذا الخلاف، وسرعان ما يزال هذا الأمر بينهما. الخلاف حتى وإن كان عميقا، فلما تشوف الضرب في المنام الله جل وعلا سيجعل من بعد العسر يسر، ومن بعد الضيق سيكون الفرج. الضرب في المنام بعض الأحيان يبين على الراحة والسعادة والسرور، ويبين أن صاحب المنام سيمن الله عليه بحياة هادئة خالية من الشوائب وخالية من المشاكل والخلافات ومن النكد. الضرب في المنام لو كان في مكان مرتفع يدل أن صاحب المنام سيكون بينه وبين رجل صراع وخلاف، وهذا الرجل سيكون قويا جبارا ظالما حاقدا جاحدا، ولكن الله جل وعلا سينصر الرأي على من يظلمه. والظلم أصلا حاليا منتشر، اللهم عافنا من الظلم والظالمين، قولوا آمين. الناس سبحان الله متكالبة على الدنيا. معنا أول اتصال، أم أمل، تفضل يا أم أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أمل. ممكن أقول لحضرتك حلمين؟ اتفضلي. أنا حلمت إن أنا ماشية في طريق، فكنت لابسة طقم شكله غريب قوي، أحمر في مشجر كده، فعلى شمالي كده لقيت مسجد. تمام. المسجد لقيت فيه ستات قاعدين بتقصد من قرايبنا، وفيهم أمي، وبعدين بيعيطوا ان دي جنازه مين، نينكي كانت متوفيه. تمام. بعدين لقيت ابويا المتوفي واقف معاهم. تمام. فانا ماشيه عملت نفسي مش شايفاهم، لان لسه يعني مش لسه عازه، كنت محرجه قوي. فمشيت لقيت كام جاي ورايا رايح محل بقاله، فقعد يتكلم معايا، فقلت له يا بابا انت عايز تعمل حاجه لله؟ طب بدل ما تدي فلوس انت ممكن تدي الراضيه دي، انا الراضيه دي فاتحه محل بقاله عندنا في البلد. تمام. ممكن تدي لها فلوس، تقول لها اي واحده تجي لك غلبانه مش معاها فلوس تشتري ادي لها اللي هي عايزاه وانا حاسبك كده احسن يعني. فقال لي انت شايفه كده؟ قلت له ايوه كده احسن. فلقيت بيفضي زي خمره في ازازه ميله كوبايه، الكوبايه بيضه طب، فلون الحاجه لون خمره لون غامق. فقلت له ده حرام، انت ازاي بتشرب؟ انا في الحقيقه بابايا عمره ما شرب الحاجات دي. فقلت له ده حرام، لا ده حرام، استغفر الله العظيم. ومسكت ايدي وريحته وحشه قوي، ومش دي اول رؤيه. هو والدك كان مواظب على الصلوات قبل وفاته؟ كان بيقطع في الصلاه. نعم؟ كان بيقطع في الصلاه. كان بيقطع في الصلاه. ايوه، هو كان تعبان عنده كده. اسال الله ان ربنا يتغمزه في رحمته، لان موضوع الخمره يدل ان هناك بعض الامور غير مظبطه كانت في حياه الوالد، وانت ما تقولي ان هو يعني كان يعاني من تعب او الم. اسال الله جل وعلا ان يكون هذه الالام وهذا المرض ان يكون شفيع له، ويكون ادخله الله جل وعلا اعلى الدرجات والمنازل. موضوع المسجد نوع من انواع البركه في حياتك، ان ربنا سيجعل حياتك حياه مباركه طيبه جميله. موضوع الوفاه وما قيل في المنام ده مناسبة سعيدة لك أنت في الأيام القادمة، والله أعلم. أنت معانا ولا مين معانا؟ تواصل معانا إن شاء الله يا أم أمل. فالضرب في المنام دائما فيه الخير، وبالذات يكون الخير للمضروب وليس للضارب. وكما قلت أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا من الظلم، لأن الظلم ظلمات.
في ناس عندها حب الظلم، في ناس عندها حب الافتراء، ناس طبيعتها كده عندها صفة الكذب. والمصيبة الكبيرة انت ممكن تقابل واحد كذاب ويصدق الكذبة بتاعته، يكذب وينشر الكذب بين الناس، وإذا وصلت إليه هذه الكذبة يصدقها للأسف الشديد. اتفضل يا أم صالح. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم صالح. لو سمعت يا مشيخ، أنا حلمت رؤية يا ام صالح. وقت التلفزيون لو سمحت، يا ريت اللي سمعنا كل اللي سمعنا ويكلمنا يوقف التلفزيون. حاضر. حلمت ان انا ما في شيخ جاي عليا، في نقش ميت، بس الشيخ ده لابس ابيض في ابيض ورمى سلحه عليا وقعد يقرا عليا قران. تمام. وانا قعدت بنور كده، وزي ما اكون اغمى عليا وكده، او زي ما اكون تعبت عشان بيقرا عليا قران. انا اصلا تعبانه، تمام، عندي تعب وكده. وحلمت قبل كده بتعبان كبير. دقيقه يا ام صالح. اتفضل. انت في الحقيقه ما تعاني من الام او متعاني من تعب او اذى؟ عندك ايه؟ رجلي وجعاني ورمه، عندي زي داء الفيل، بس لو روح للدكاتره اديني العلاج ما بعملش حاجه. اسال الله ان يشفيكي وان يعافيكي يا رب، لأن المنام يبين على النكد يا أم صالح، وعلى الهم والغم، وعلى التعب، وعلى الآلام والمتاعب. بس أنا أوصيك يا أم صالح كما أوصي كثير من المشاهدين، عليك بالاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الواضح يا أم صالح بجانب الأذى وبجانب المرض والتعب، أنت تعانين من أذى، أذى معين تعانين منه، فعليك انك انت تواظبي على قراءة الكرسي والمعوذتين والإخلاص. طب انا لما بسمع الشيء، لما بسمع القرآن بتعب واكسر في الحاجة وما بقاش قادر. ما انا حاجات بتضلني في الشقة. ما انا عشان كده ما اقول لك، عشان ما اقول لك كده يا ام صالح. يا ام صالح معلش. ايوه. وحلمت رؤية تانية يا عم الشيخ، ثواني. حلمت رؤية تانية، طلع لي دقني كبيرة وعمال احلقها. دقني راجل كبير. سودة وعمل احلقها بعد الحلم اللي انا قلته لك الاولين. خلاص اسمعينا من التلفزيون ان شاء الله يا ام صالح، اللي يصلح لنا ولك الامور. واسال الله ان يقدم لك الشفاء وان يعافيك من الوباء ومن الامراض ومن الاذى ومن المحن. لان موضوع ان يطلع لك لحيه يا ام صالح وتحلقيها، ده انت تعانين وعانيتي من اذى عظيم جدا لا تتحمله الجبال. بس لما تحلقي اللحية يدل أن هذا الأذى سيزال عنك. أوصيك مرة ثانية، عليك بالاستغفار والصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اتفضل يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عبد الرحمن. معلش لي رؤيتين صغيرين يا شيخ. اتفضلي يا أم عبد الرحمن. أول رؤية إن أنا حلمت نفسي إن أنا ماشية كده في الشارع، عايزة أخش مسجد أصلي. تمام. وكانت ماشية معايا واحدة اسمها فوزية. دخلت المسجد ده، لقيت راقصة بترقص لابسة لبس أزرق كده. وبعد كده جيت كأني حفلة وفي ناس ولمة وكده يعني. يا أم عبد الرحمن. نعم يا شيخ. الراقصة المطرقش زي مطرقش فين؟ في المسجد ولا فين؟ في المسجد يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل يا أم عبد الرحمن. بعد كده اللي معايا واحدة اسمها فوزية ماشية، فبتقول لي لقيتك عيني في حفلة وناس ولمة كده في المسجد. بعد كده اللي بتقول لي ده أخويا أنا لما تبرعت للناس وعمل الزينة دي كلها اللي في المسجد، عملها الزينة يعني كأني حفلة أو مولد أو حاجة. تمام. بعد كده لقيت اديتني اداني سبحة وصغير، هو ود أخوها يبقى يعني. تمام. فشاورت لي على مره، بتقول مره دي مريضه نفسيا ان عقلها مش تمام يعني. طلعت لقيتها امها المره دي يعني. تمام. بعد كده السبحه كانت معايا العيله الصغيره، عايز ياخدها مني، قلت له لا دي سبحه. قال لي ايه؟ قلت له دي سبحه فيها 99 حبه سبحه لونها ابيض. تمام. بعد كده طلعت من المسجد، لقيت الواد الصغير ده بره متنكر بلبس لونه اخضر زي الكوره كده، كله ما بينش غير وشه بس مني. تمام.
ماشي يا ام عبد الرحمن، تواصلي معانا. ده انت يا ام عبد الرحمن حكايتك حكايه يا ام عبد الرحمن، ده انت عاوزالك فزور على رأي المثل. لان موضوع اولا كلمه فوزيه انك انت ستفوزين بامر من الامور، موضوع الصلاه وموضوع المسجد نوع من انواع البركه في حياتك، بس في حياتك تحتاج الى تعديل والى فهم والى ارشاد والى وعي في العقيده يا ام عبد الرحمن. نفصل بعد كده عبد الرحمن. موضوع الراقصه، الراقصه لما تكون في المسجد اسال الله ان ربنا يحفظك من النصائب يا ام عبد الرحمن. ده في ناس تريد لك الويل والكيل، تريد لك الخراب والدمار، تريد لك الفتن، تريد لك الطلاق، عدم العيشه الطيبه الجميله، ولكن الله سيحفظك. موضوع السبحه دي رساله انك انت تكون ذاكره وحامده الى انعم الله وعليك انك انت بالتسبيح والتمجيد. موضوع الولد ده نوع من انواع البشره في حياتك. المرض النفسي في حد سبب لك في اذى في حياتك. الطفل ولما يكون لونه اللون الاخضر وما شابه ذلك في الاخر دليل رساله انك انت حيكون لك طفل، سواء الذي معك او سياتي اليك سيكون له شان عظيم، والله اعلم. معنا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عبد الرحمن. تحياتي لحضرتك وبنلهس ورا حضرتك في جميع القنوات. ربنا يبارك لك ويطول في عمرك حبيبي الغالي. نتمنى بس من اداره القناه المحترمه المنتظمه انتظام برنامج حضرتك حبا في القناه وحبا في شخص حضرتك. اتمنى من الله جل وعلا واداره القناه اتمنى نكون سمعانا ان شاء الله الان يا عبد الرحمن. اكيد نتمنى باذن الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤيتين قصيرين لو اذنت لي حضرتك باذن اتفضل الله. اتفضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤيه الاولانيه حضرتك داخل مكان عملي. نعم. فوجدت شخص اسمه حسام جالس واضع قدم على قدم، وضع قوي، وضع فيه عزه، فيه انتفاضه، فيه ثقه، فيه قوه. تمام. عديت من جنبه وبعدين دخلت لقيت زميل ليا تاني اسمه مصطفى قاعد على المكتب. فدخلت رحت مديله جورنال بس مش عارف اذا كان الاخبار او الاهرام، اديت له الجورنال قدام منه. خرجت لقيت واحد واقف جنب حسام بيقول لي رقم الكارنيه بتاع التامين الصحي بتاعك، وبرضه ما اعرفوش الشخص ده. فقال لي والتامين الصحي بتاعك انت يا عبد الرحمن؟ قلت له فنظر لي بابتسامه كده وخد بعض الارقام، قال لي 5588 مش متذكر باقي الارقام. دي الرؤيه الاولانيه حضرتك لو اذنت لي. يا عبد الرحمن اتفضل حضرتك. خليك معايا على الخط يا عبد الرحمن. مع حضرتك. كلمه حسام يدوك انت تحب الحسم وتحب الاتقان وتحب حاجات معينه طيبه جدا في حياتك. موضوع ان في حد يضع قدم على قدم، الكلام ده اقسم بالله يحتاج الى حلقه كامله. موضوع الرجل عندما يضع رجل على رجل او المراه عندما تضع رجل على رجل ده يحتاج الى حلقه كامله، ولكن ربنا حينصرك يا عبد الرحمن على انسان قوي، انسان ماكر. باذن الله. كلمه مصطفى ربنا حيصطفيك وربنا حيطهرك. موضوع الجرائد ربنا حيسمعها خبرا طيبا جميلا. رقم التامين الصحي او كورنيه التامين الصحي سيحفظك الله من الامراض يا عبد الرحمن. اللهم امين يا رب. رقم 5 و5 نوع من انواع البركه في حياتك. رقم 8 ربنا ذكره في القران الكريم الذين هم يعني يتكلم على الملائكه وعدد الملائكه الذين يحملون عرش الرحمن 8. فيدلي ان ربنا سيمن عليك بالقوه والصحه والعافيه والنصره، وسيمن الله عليك بالشخصيه الطيبه الجميله الرزنه المحبوبه المالوفه. الله اكبر. قول الثاني يا عبد الرحمن. الله اكبر. ربنا يبارك لنا في حضرتك. اتفضل حبيبي. ويديلك علم كمان وكمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤيه الثانيه حضرتك داخل مكان بمخبز. نعم. بس ما فيهوش نار ولعه. فوجدت فيه طفل صغير نظرت ليه ما اطمنتش ليه. فخدت منه معاه عيش، رحت واخده منه. خدت العيش. قلت لي كده وما رضيش يتكلم. بس في جواه نظرته كده وشكله ما ارتحتش ليه كانه عدو. وخدت العيش وحطيته في كيس شفاف وقفت بيه على جنب. فجم مجموعه ثانيه بيقولوا حد هيجيب عيش، قلت لهم انا واقف لسه هجيب عيش ثاني. والطفل وقف مش قادر يتكلم خالص، مقيد مغلول وبينظر ليا بقمه الغل.
وشاكر اللي حضرتك اتفضل حضرتك. المرض عمر اسمعنا من التلفزيون يا عبد الرحمن. معانا موضوع النهارده، يا ربنا هيحفظك من الفتن، العيش دل على العيش الطيبة الجميلة العظيمة لك في الأيام القادمة. موضوع الطفل المغلول وموضوع الحقد والغل، ده في إنسان لا يستطيع أن يفعل لك شيء، وهو إنسان مقيد، إنسان جبان، والله جل وعلا سيحفظك من مكره، وسيحفظك الله من حسده، من الحسد منه، والله أعلم. في حد معانا؟ اتفضلي يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي حلمت مسدس خالي المنام، هو خلم متوحش. لا يا أسماء كلمينا بالراحة وخلي صوتك واضح. حاضر. خال والدتي متوفي. تمام. شافته في الحلم في المستشفى رايح جاي ومعلق في ايديه، معلق في ايده نقل دم. النقل ده معلق في ايده ايه؟ هنقوله دم. نقل دم. تمام. دم. تمام. بس مش باين المصدر منه. تمام. وبيقول لها يعني ناديني على مي. ولما راحت لقيت مي فيها انت مشي. تمام. وبعدين وهي نازله من المستشفى نازله على السلم سمعته بيقول لها ليه صوتك يا سيدي. تمام. ما تكملي يا اسماء على طول يا اسماء، انت هتكلم مكانك ولا ايه؟ وهي نازله على السلم لقيت الارض كلها صابون اخضر. تمام. على السلم. بس كده. خلاص اسمعينا من التلفزيون يا اسماء. المنام يبين أسماء أن خالك يحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى صدقة، وإن كان هناك أجر والثواب وصل إليه في قبره، ولكن هو محتاج إلى هذه الأمور. أسأل الله أن ربنا يعافيه وأن ربنا يغير من حاله من حال إلى حال أفضل وأحسن وأجمل. ولكن لمن رأت المنام هي إنسانة خيرة وطيبة، ومن الله عليها بنورانية وشفافية، أو سيمن الله عليها بأمر طيب، والله أعلم. أم معاذ اتفضلي. أم معاذ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم معاذ أنا على طول بحلم يا شيخ بوالدي المتوفي عليه معايا يا شيخ؟ معاك يا أم معاذ. بحلم ساعات مثلا هو يديني حاجة، أو أنا مثلا مسافرة وغاريني تذاكر السفر بتاعتي، او مثلا هو زعلان مني وبيسيبني ويمشي مثلا وانا اجري وراه. يا ام معاذ. نعم. هو زعلان منك يا ام معاذ في امر من الامور، او زعلان من بعض اسرته في امور معينه، هو زعلان منيها متضايق منيها. من الممكن يكون في خلاف مثلا على ميراث، ممكن يكون في خلاف بين صله الارحام بين الاخ واخته، هناك امور غير مظبطة غير مهيئة غير مرتبة في الأسرة يا أم معاذ. طب ممكن بعد إذنك رؤية تانية؟ تفضلي. أنا حلمت إن سلسلتي كانت بتركب في عربية يعني بتاعت حد قريبها. نعم. وبعدين راح زوجها نزلها من العربية وراح ركبها جمل. جمل؟ آه. تمام. بس كده. هي سلفتك معاها أولاد؟ آه معاها أولاد. هي في سن الإنجاب؟ تقريبا يعني. تقريبا نحن خلاص نقول يعني بين البنين ان ربنا سيمن عليها بامر من الامور، هذا الامر حيكون امر طيب، من الممكن يكون حمل يعني ممكن يكون ولد، والله اعلم. شكرا شكرا. تمري امر. في حد معنا؟ فعلم الرؤى والاحلام ده ورموز الاحلام من الاشياء العجيبة الجميلة التي تأتي للإنسان. هناك ملك من الملائكة اسمه روحائيل، ملك من الملائكة يسمى بروحائيل. هذا الملك موكل فقط إن هو يقذف الرؤى للعباد. فأنت شفت في المنام رؤية، أنا لما أشوف في المنام رؤية
ما تعديش الامر كده هباء منثورا، لا، ده ربنا لما يجيب لك منام في الرؤية ده هناك علة وحكمة لا يعلمها إلا علام الغيوم، يبينها ويوضحها لك. لإما ربنا مديك إرشاد معين، مديك أمر معين، مديك نهي معين، في أمور لابد أنك أنت تأخذ بيها، في أمور أنك أنت لابد أنك أنت ترفضها من خلال المنام. طب في بعض الناس ما عندهاش اهتمام خالص بعلم الرؤى والأحلام، أمر عادي جدا، وأول ما تقوم من النوم ما تلقيش بال للرؤية ولا أي حاجة على الإطلاق، وقول اللهم اجعله خير أو خير إن شاء الله، ربنا يحقق لك المنام على الخير حتى لو كان المنام غير ذلك. معانا الأستاذ محمد أبو زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. كل سنة طيب يا دكتور. صحة وسلامة يا أخي محمد. حضرتك أنا حلمت حلم وكنت جاي من الشغل كده. نعم. ويعني وفرت ظهري على السرير كده. تمام. ولقيت يعني ما هماش عصافير ولا هم أطفال، زي شفت أنت يعني حاجة بيضة، حاجة أبيض صبيض كده ماشي. تمام. فسألت إيه ده؟ قال دي الجنة. الجنة. يعني في حاجة شفت أنت خلايا النخل. نعم. بس على هيئة حاجات بيضة كده. تمام. فسألت في شخص كبير كده لابس أبيض صبيض، فبقول له إيه ده؟ قلت قال لي دي الجنة. يعني نعم. إيه مش وفي حضرتك حلم تاني. اتفضل قول يا محمد. حضرتك أنا يعني حماتي أنا حلمت بيها ماشي. تمام. في بيت جنبنا كده مهجور. تمام. نعم. وفي كلب زي اللي عايز يقضني، بس هو مربوط بسلاسل. تمام. فهي قالت لي ما تخافش تعالى، وهي معاها واحدة ست تانية. تمام. فادتني 5 جنيه وشوية فلوس سكة كده، فقالت لي تعالى ده ديت الواحدة الست اللي انا ما اعرفهاش، قالت لي دي حماتك بتعرفني عليها يعني. تمام. قالت لي ديت حماتك وهي يعني عايزة اتعرف عليك، اصل هي ميتة وانا ما اعرفهاش يعني. تمام. تمام. فقالت لي خش ويعني ما تخافش منها وكده وده بيتها واحنا هنا على طول، بس الكلب ده بقى انا كنت خايف منه وكده. تمام. وادتني 5 جنيه اللي انا فاكره وشويه فكه ما اعرفش ايه هي بقى، وقالت لي خلي بقى. هي حمادك على قيد الحياه ولا متوفاه؟ متوفيه. تمام كده. تمام. خلي بالك من مراتك يعني وكده. ايه خلي بالك من مراتك يعني ما توصيك على مراتك؟ ايوه بتوصيني على بنتها. تمام. ده اولا بتوصيني على بنتها وفي نفس الوقت بتقول لي ان شاء الله ربنا هيكرمك، مش عارف بقى يعني ربنا الحلم. ربنا هيكرمك يا محمد ان شاء الله. ودي رساله الله. ودي رساله من الله اولا انك انت تعض على زوجتك بالنواجذ، يعني ما تفرطش في الزوجه بتاعتك. ايوه. لان أيوة. الواضح 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 من المنام بان الزوجه بتاعتك انسانه خيره ونيره وانسانه طيبه فعلا جدا. فعلا فعلا ومن فعلا حتى انا يعني ساعات ببقى مؤثر في الصلاه والحاجات دي، هي اللي تقول لي صلي وتقول لي اعمل وخلي وكده، ما شاء الله عليها يعني. ما هو المنام يبين ان الزوجه بتاعتك ربنا من عليها بالصفات النادره ما شاء الله، فلا تفرط فيها ابدا. الله يبارك ولا تهينها. الله يبارك لك. حاول تكون مطيع لها ان شاء الله حبيبي الغالي، واسال الله ان يحبب وان يؤلف ما بينكم. الشيء الثاني موضوع الجنه راحه وسعاده وسرور، ويدل ان قلبك ابيض من القلوب الطيبه الجميله النقيه الصفيه الغير كارهه او حاقده او جاحده على احد. حماتك هي في مكانه عاليه، في مكانه طيبه جميله عظيمه. لما تديك 5 جنيه ربنا سيمن عليك بالبركة، وسيمن الله عليك بطول العمر، وسيمن الله عليك بصلاح الحال، وربنا حيعطيك حتى يرضيك. ربنا حيغير لك أمور كثيرة جدا في الحياة للأحسن والأفضل والأجمل لك في الأيام القادمة، والله أعلم. موضوع الكلب، عفوا نسيت الكلب، ان ربنا سيحفظك الله من الاعداء والحاقدين والحاسدين. اسال الله جل وعلا ان ربنا يهدي الكلاب، لان الكلاب منتشر قوي.
في الحواري وفي الشوارع. والله كلاب تروح من اي مكان تجد كلاب في الشوارع، تلقى كلاب في حتى الاماكن الراقيه، حتى الاماكن اللي هي يعني عاليه جدا في كلاب. الكلاب اللي نحن ما شفنا الكلاب اللي هي يعني، عشان ربما ناس تفكر حاجه تاني. ما هو الكلاب للاسف الشديد، الكلاب دي انواع كثيره قوي 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 قوي. اسال الله ان يحفظنا من جميع الكلاب، اللهم امين. من معانا؟ تفضل يا محمد. محمد الو ستة. تفضل. ايوه معك هدف. انا ستك. وطي التلفزيون يا محمد لو سمحت. ماشي وطي التلفزيون. ماشي ستك. انا والدتي بتحلم. محمد انت لو وطي التلفزيون ولا وطي الراديو يا محمد؟ وطي التلفزيون يا محمد. ماشي بقول لك انا والدتي بتحلم كلب اسود في الحمام بيطلع لها عرضول وميه سخنه بتكرقع في الحمام. هي امك ما تصلي يا محمد؟ ايه امك ما تصلي؟ هي بتصلي. ما تصلي صلاه مظبوطه ولا متقطعه في الصلاه يا محمد؟ هي بتصلي صلاه مظبوطه. مظبوطه هي مليه لما تصلي صلاه مظبوطه يا محمد. الاحوال حواليها مش مظبوطه يا محمد. مش بس على طول كل ما تنام يا فندم بيطلع لها الكلب ده. اوصيها يا محمد لما تيجي تنام يا محمد قول لها نامي على سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قول لها نامي على وضوء على طهاره وتكون مصلي العشاء، والافضل قبل ما تنام يا محمد تصلي ركعتين لله كده، وهي ما تنام وهي نايمه كده يا محمد تقرا خمس حاجات يا محمد. ماشي يا فندم. خمس حاجات تقراهم. الفاتحه علمهم لها. الفاتحه. آية الكرسي. الاخلاص. قل هو الله احد. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الناس المعوذتين. ماشي يا فندم. وخش على الحلم الثاني. حلمت انا وانا نايم حلمت القيامه قامت. كمل يا محمد. القيامه قامت وعنده صاحبه على طول عايشدني. تمام. وعمود النور توقع. عمود الكهرباء. عمود الكهرباء توقع. ايوه وفي دود بيطلع من الارض وبيشدني. كمل يا محمد. بس كده يا فندم. ده انت رؤيتك جميلة وعظيمة يا محمد. ده معناه ان ربنا حيسخر لك من العباد ومن يقف معك. ربنا حيسخر لك من الناس من يساندك يا محمد. وهذه رسالة موضوع الدود، ان ربنا حيحفظك من الحسد. وربنا حيحفظك من الفتن موضوع عمدان النور تقع. يوم القيامة دي رسالة لك يا محمد ان تكون قريب من ربنا. دع الخلق للخالق فإن في خلقه شؤون. أنت خليك مع ربنا ملك الجواب حد أبدا يا محمد. والله أعلم. في ناس طيبة كتير في الحياة، طيب معناها أن هي على الفطرة. والأسف الشديد الطيبين هم المظلومين في هذا الزمن. والله العظيم سبحان الله. ناخذ ام مروان بعد كده نتكلم على الطيبين اذا كان في وقت. تفضلي يا ام مروان. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جوزي حلم انه لقى حرباية طالعة من تحت الكنبة الانترية. لقيت ايه تحت الكنبة؟ حرباية. حرباية؟ جوزي اللي حلم الحلم ده. كمان جوزك مش انت؟ اه. قولي يا ام مروان. ولقى كمان قعدت نلعب بقى انا والعيال. لقى كمان واحدة صغيرة بنتها وهي طالعة من تحت الكنبة. تمام. وقال قعدنا نخبطوا فيهم كده بطوب، قال لقيت واحدة كبيرة كمان جاية من الصالة. تمام. بس كده. يا أم مروان. أيوه. هو جوزك شغال إيه؟ شغال كده أجري. هو ما يكون في احتكاك بينه وبين النساء يا أم مروان؟ أكيد أه. أكيد.
ده ربنا هينجيه وربنا هيحفظه من امرأة حرباية يا ام مروان. امرأة بتاعت 5 ورقات. اي تحب المحاورة والمناورة والمناظرة، ليها في اللف والدوران، ولكن من رحمة الله ومن كرم الله على زوجك ان ربنا هيحفظه من هذه الامرأة. وتخلي بالك على زوجك يا ام مروان، اهتم بيه شوية، والله اعلم. في حد ولا ناخد نتكلم على الطيبين يا عم وليد؟ نتكلم على الطيبين حتى لو نص دقيقة. الطيبين هم المظلومين الآن. تلقى الإنسان يعاملك بالصدق ويعاملك بالدين ويعاملك بالشريعة ويعاملك بالقرآن، ولكن يا سلام، الطوب يجيل من كل فج عميق. والإنسان المحب المراوغة والإنسان الكذاب المنافق، الناس كلها تعمل له 1000 حساب. خلي بالك ما تزعلش، اوعى تزعل أبدا، لأن أهم شيء في الوجود إنه ربنا يكون راضي عنك. أهم حاجة يكون ربنا راضي عنك. سيبك من الأموال والملايين، سيبك من العقارات، وفلان معاه وفلان معهوش، خليك مع ربنا. ده هي لحظة، لحظة من اللحظات يكون ليس لك وجود في الحياة. خليك مع ربنا. لو نظرنا إلى حال كثير من الناس الآن، في ناس، عدد كبير من الناس تبص كانت فوق 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 في أعلى مكانة، ولكن في غمضة ثانية واحدة كده فلان ده غير موجود، فلان ده اللي كان معاه مليارات اتضح انه مختلس، فلان ده كان له شنة ورنة ولا شأن كبير وعظيم موجود في السجن. لابد ان تنظر الى من حولك. خليك مع ربنا، اوعى تقول فلان معه او معهوش. والله العظيم والله العظيم والله العظيم، انت لو كلت حتة جبنة قريش كده ونص رغيف حتى لو ناشف، وتحط راسك على الوسادة كده على المخدة ومرتاح البال، اعظم نعمة في الوجود. لكن معاك ملايين وضميرك مربرب، طب وجعك زي الزفت. اتفضل يا سهام. سهام. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سهام. التلفزيون يا سهام. كنت ماشي في الجو. اتفضل. يعني على طول احنا مننا ماشي في الطرق كتير. لا اولا خليك مكان في شبكه يا سهام، وقت التلفزيون الكلمه دي يعني يكون حفظها الناس كلها يا سهام. حضرتك انا بحلم اني ماشي في التراب، بحلم اني ماشي في المقابر. تمام. على طول بحلم اني ماشي في التراب يوميا، يوميا بحلم اني ماشي في التراب، والتراب مفتوحه سمراء ضلمه كده كحل، وخد يعني شايفه نفسي فيه. يا سهام. نعم. لابد ان تصلح العلاقه بينك وبين ربك يا سهام. ايه؟ لابد ان تصلح العلاقه بينك وبين الله يا سهام. بيني وبين مين؟ ربنا. بيني وبين مين؟ الو انت سمعتني ولا ما سمعتنيش؟ يس سهام حضرتك. نعم. خليك قريبه من ربنا يا سهام. صحيح يعني قريبه من ربنا والله العظيم، ما بكتش ولا فرض ولا افطار طول النهار، وعظيم احنا في يومين احنا بنضطرب بيه. ما انا بقول لك خليك قريبه من ربنا في حته، اقولها لك واقولها للمشاهدين ان ممكن الانسان يصلي الانسان يصلي الصلوات الخمس. أيوة. خلف الامام، لا تفوته تكبيره الاحرام بما فيه صلاه الفجر، ويقرا القران كاملا يوميا مره واحده في اليوم، يقراه كل يوم. ايوه. ومواظب على كذا، ولكن ممكن يكون مقصر في صله الرحم. ممكن الانسان ممكن الواحده تكون مقصره في صله في مع امها او مع الاب. ففي امور في حياتك يا سهام انك انت تفتشي فيها،
في تقصير في بعض الامور. ومش لازم لما اقول له اصلح العلاقه بينك وبين ربنا خلاص يبقى هو يرتكب مثلا جريمه شنعاء، وان كان عقوق الوالدين من اعظم الجرائم. فلا بد ان هناك امور يا سهام يعني انك انت يعني تواظب عليها، والله اعلم. اتفضل يا مصطفى. استاذ محور حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. الله يبارك في عمرك يا رب، الله يستر معاك. اتفضل حبيبي. خلينا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اتكلم على مالك وبراحتك يا مصطفى، لان رؤية النبي من اجمل ومن اعظم الرؤى. الله اكبر، اللهم صل وسلم. خلي بالك مش مستحمل، مش قادر يعني. اتفضل حبيبي. المهم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في ناس شافت النبي صلى الله عليه وسلم بياكل في البيت عندي، وانا وزوجتي، هم الصحابه وانا وزوجتي بنخدم عليه. مصطفى. نعم. اسمع كده وخليك معايا على الهواء يا مصطفى. وفي رؤيه ثانيه اتفضل. دقيقه يا مصطفى، اصلح لنا وحالك، خلينا في رؤيه النبي. في حد يقص رؤيه النبي ولا يشتاق ان يسمع الى رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده المنام عيط يا سيدي، لان النبي لما يدخل عندك البيت يدل على دخول البركه في بيتك. الله اكبر. انت لما يكون مضيف النبي عندك عليه الصلاه والسلام في بيتك يدل ان النبي عليه الصلاه والسلام يرضى عنك رضاء طيبا جميلا عظيما لك ولآل بيتك. الله اكبر. لما يكون النبي ضيفك يا مصطفى الله يدل ان ربنا حيجعل لك البركه والسعاده والسرور والامن والامان والاستقرار، والله جل وعلا سيحسن لك الختام، سيتوفاك الله على الايمان وعلى الاسلام وعلى التوحيد بعد عمر طويل اطال الله جل وعلا في عمرك يا مصطفى. الله يبارك في عمرك. تفضل. الرؤيه الثانيه، انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم انا وهو ماشي، هو والدي هما الاثنين. لا وبعدين لا، شفت النبي مين تاني؟ هو والدي ابويا الله يرحمه عليه رحمه الله. تمام. هما الاثنين ماشيين هما الاثنين كده، وبعدين انا الكلام ده بقى فتره كبيره يعني، بقول له امه محمد صلى الله عليه وسلم، بقول لابويا امه محمد الصدافه، فراح ابويا مسكني وهزني جامد كده، النبي صلى الله عليه وسلم جل بالراحه على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يا مصطفى، المنام ده شفته بعد وفاة الوالد؟ ايوه. من أيوة. من يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام يا مصطفى معه في المنام وكان متوفى كان ميت، فيدلل بانه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في اعلى الجنان. الله اكبر. يعني والدك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لك الراحة والسعادة كما جعلها إلى والدك من قبل، والله أعلم. من أجمل الرؤى ومن أعظم الرؤى ومن أجل الرؤى ومن أشرف الرؤى لما تشوف حبيبك النبي. في ناس بتدفع ألفات عشان تزور النبي عليه الصلاة والسلام، تزور قبر النبي. وفي ناس يأتي إليها رسول الله في المنام على هيئته التي كان عليها في الحقيقة. هذه من أفضل ومن أعظم النعم اللي ربنا يمن بها على العبد لما يشوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان عندي حلمين كده في صغيرين. اول حلم انا كنت قاعدة في الصالة عندي انا وولادي الاثنين كده، تمام، ولقيت واحدة سنده هي ام احمد، فانا لما ببقى قاعدة في الصالة كده ببقى في وش الحمام بتاعنا، ببص كده برجع ورا شوية كده ببص لقيت واحدة بتنادي من الشباك، واحدة جنبينا كده بعدينا بشوية، فدي وانا ببص لقيتها راحت داخلة عليا من الشباك وجات وقفت فوق دماغنا وبتقول لي ما بعتيش فلوس الجمعيه. لا، فانا بقول لها الجمعيه لسه ما تمتش، ولا انا لما تمها هاجيبها لحد البيت.
فانا رحت ما هي راحت طالعه وانا رحت طالعه وراها وطلعت من الباب ورحت قافله وراها. بس يا ام احمد. نعم. انت عامله جمعيات مع حد يا ام احمد؟ ايوه انا عامله جمعيه. لا هم انا عامله جمعيه، انا بلم جمعيه. ما لا يصلح حالنا وحالك ربنا، ما معناه انك انت عامله جمعيه يا ام احمد. ايوه. هفسر لك يا ام احمد، قول الرؤيه الثانيه. الرؤيه الثانيه حلمت ان انا كنت طالعه برضو قدام الباب، ودي ولقيت موطه معديه، الموطه دي كان فيها ناس كتير، وكان في يعني شايلين الناس شايلين جاز جمالات كده ورا بعض، فيهم جمل جا اتعرى خالص كده، فجاء واحد فيه هو ممثل بس انا ما اعرفش اسمه وانا عارفاه شخصيا كده، وبملابسه كامله وجلابيه بلدي وعمه، فجاه قدام العتبه بتاعتنا بس طاير بقى، مش نايم في الارض، عمال يروح ويجي من قدام العتبه بتاعتنا، فهو عايز يلمس ايدينا ويسلم علينا قبل ما يمشي، فانا كنت خايفه امد ايده على ايدي كده، هو بيمد ايدي، فانا رحت خبط على ايده كده، هو راح ماشي. سمعنا من التلفزيون يا ام احمد. اولا في الرؤيه الاولى يا ام احمد موضوع الجمعيات وما شابه ذلك، اولا دي رساله انك انت لا تحتكي باحد، حتى لو عامله جمعيه بين فلان او علان او زيده او عبيده، مفيش اسرار يكون بينك وبين فلانه، مش عشان داخله معاك جمعيه تخش عينك البيت وتحكي وترد ثلاث اربع ساعات وتعرف كل اخبارك كل اسرارك، لان موضوع انه هي دخلت من الشباك، لا نتكلم على هذه الشخصيه، ده هذا الشخصيه ده رمز انك انت ما تدخليش عند حد عندك في البيت وتدي اخبارك ابدا. الرؤيه الثانيه سيحفظك الله من الفتن وسيحفظك الله من البلاء. كنا معكم على مدار الساعه الكامله، فان شاء الله انتظرونا في رمز من الرموز في حلقات اخرى يوم الاثنين ويوم الخميس من كل اسبوع الساعه 6 مساء، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.